ألف مبروك للزعيم الهلالي، حظا أوفر للعميد السعودي الذي لم ينجح في مجاراة الهلال وكبح جماح هجومه الذي لم يكف عن تهديد شباكه طيلة أحداث الشوط الثاني قبل أن ينجح في تسجيل هدفين في لحظاته الأخيرة. محمد أحمد، الفريق الذي يخسر للمرة السادسة هذا الموسم أمام ذات الخصم في أربع بطولات مختلفة، الهلال يؤكد علو كعبه على الاتحاد أقصاه من دوري أبطال آسيا، انتصر عليه مرتين متتاليتين في بطولة الدوري، انتصر عليه في البطولة العربية على كأس الملك سلمان، وها هو يحقق بطولة كأس الدرعية للسوبر أمامه وينجح في إضافة اللقب الرابع في بطولات السوبر لخزينة الهلال الممتلئة بالكؤوس والألقاب. انتصار بنتيجة عريضة تؤكد تفوق الهلال الواضح خاصة في الشوط الثاني من هذه المباراة النهائية عليه، وتتويج لجهوده ومسيرة طويلة جدا من مباريات وسلسلة انتصارات كبيرة جدا، ها هو اليوم يتوج بلقب السوبر عن جدارة واستحقاق. كرة القدم مسامة تكافئ من يعطيها، تكافئ المجتهدين، تكافئ الفريق اللي ضحى بأمور كثيرة جدا، الفريق الأكثر استقرارا، الفريق الأكثر يعني إقناعا بشكل فني، الفريق اللي تفوق على الجميع. السوبر صراحة يستحق وهو يستحق السوبر. ألف ألف مبروك للهلال ولمجلس إدارته ولعشاق هذا الفريق ولجميع جماهيرك على الانتصار اليوم، نتيجة ومستوى وأسامة صراحة ونتيجة مستحقة. للمرة السادسة على التوالي الاتحاد يفشل في تحقيق الفوز على الهلال ويفشل في تفادي الخسارة أيضا من الهلال. هذه حقيقة كرة القدم صراحة أسامة، الهلال في الوقت الحالي أقوى من الاتحاد يعني بكل بساطة، يعني مش مبالغة ومش تقليل من الاتحاد، ولكن في كرة القدم في حاجة اسمها فريق أقوى من فريق. سبحان الله اليوم الهلال فريق متميز جدا، شفناه للمباراة الثانية على التوالي، شوط أول متوسط وشوط ثاني يسيطر عليه ويقول كلمته وقت اللي يحبه. مبروك لكل جمهور الهلال، فريق عظيم جدا في الفترة هذه يملكه الهلال، فريق صراحة مفزع، 34 انتصار على التوالي من 41 مباراة بدون هزيمة، أرقام رائعة ورائعة جدا لهذا الفريق. أداء، شفنا نص الملعب كمية الهجمات اللي بناها بالشوط الثاني، كيفية استرجاع الكورة، كيفية الاستحواذ، الهجمة المرتدة بامتياز، الهجمة المركزة بتألق روعة، شفنا يطلع ينزل نيفيز، يطلع سافيتش، ينزل سالم، يطلع ميشايل، ينزل ميشايل، يطلع سالم. صراحة كمية لاعبين، كمية حلول، فريق عظيم في الفترة الحالية من كل هلال. اليوم حتى كله والضبط تحت المهاجم، لكن رغم هذا نجح وأبقى ثابت في مكانه صراحة عمل كبير. صورة جميلة تستحقها هذه الليلة الرائعة، أبو ظبي تقدم كأس الدرعية للسوبر السعودي بشكل استثنائي وبصورة استثنائية، تتلألأ العاصمة وتتزين بهذا الحضور الجميل للجماهير المحبة لكرة القدم بشكل عام، المحبة لكرة السعودية بشكل خاص، الذين توافدوا من المملكة العربية السعودية، من مختلف إمارات الدولة ومن مختلف الدول المحيطة لحضور هذه المباراة. صورة رائعة لأستاذ محمد بن زايد تضاف إلى ألبوم الصور الرائعة لما قدمه هذا الملعب من أمسيات كروية محفورة في الذاكرة. العيد عيدين في هذا الملعب أسامة، هو عيد التواجد، هذا التواجد فيه بنفسه عيد، ونحن نعيش أيام العيد بفضل المبارك وبطولة كبيرة جدا. صراحة العيد عيدين في ملعب محمد بن زايد يستحقون الهلاليين، ونحن نسمى هاي التحفة المعمارية صراحة. المنظر رائع جدا، وهو يكتسب بألوان كذلك الهلال في ملعب محمد بن زايد في أيام العيد المبارك في تحقيقهم البطولة هذه. صراحة أسامة كل شيء جميل، 27500 متفرج، كنا خايفين من هذا الرقم، خايفين، ولكن صراحة الحضور جماهيري رائع، التنظيم كالعادة بامتياز وتألق، الملعب تحفة صراحة، ملعب كرة قدم رائع جدا. أنا يعني لما نكون في الاستوديو في الملعب هذا بالذات نكون شغوف، هذا هو ملعب هزاع بن زايد، لأنه ملعب كرة قدم قريب من الجمهور، قريب من اللاعبين، تشوفه والتنظيم اليوم كان رائع، الحضور الجماهيري كذلك رائع جدا، وطبعا المشهد ككل كان أهم ما فيه في نفس السياق. كابتن زبير، من اللي يقول ما عندنا شغف في المنطقة كرة القدم؟ من اللي يقول في المنطقة نحن مش عارفين؟ شوف الحضور، المباراة قبل أربع أيام، من اليوم ثلاث أيام كان الحضور بنفس العدد 27000 متفرج، اليوم الرقم اللي ذكره أستاذ أسامة كذلك 27000،
الشغف موجود لك قدم كرة قدم جميلة تكون كرة قدم عنده الكل يحضر ما في شيء وهذا الملعب فال خير على الهلاليين قدموا مباراة تاريخية في أمام تشيلسي في كأس العالم صحيح. للأندية خسروها بهدف نظيف فقط أمام أبطال العالم في تلك النسخة انتصروا فيه برباعية نظيفة على بيروزي الإيراني واليوم يكملونها بهذا الانتصار بأربعة أهداف بهدف في نهائي كأس الدرعية للسوبر محظوظين جدا واستحقاق كبير كذلك لازم نشوف الجانب الثاني لأنه فعلا الهلال فريق عظيم من قبل واليوم عنده فريق بيدخل للتاريخ ودخل أصلا للتاريخ هو من غير ما يطرق الباب دخل 34 مباراة هذا رقم عالمي 34 انتصار على التوالي 41 مباراة بدون خسارة يعني أرقام عظيمة عظيمة جدا فما بالك هذا السافيتش اللي شفناه في الشوط الثاني ملك في نص الملعب صراحة اللي عمله سافيتش في الشوط الثاني من تحركات ومن انطلاقات ومن اشتكات كورة ومن أدوار مركبة دفاعية هجومية صراحة لاعب في لعب عالي جدا اليوم نيفيز اختفى كليا أمام قيمة سافيتش وهذه النقطة قوة في الوقت الحالي إنه ينزل واحد يطلع واحد قلت في الهلال عنده كمية لاعبين ومجموعة عظيمة جدا وفريق بقيادة جيسوس رائع جدا اليوم مايكل شو تتمنى أي فريق أي فريق يتمنى هذا اللاعب الحافز الحماس الجودة الفنية صناعة في الهدف الثاني تسجيل في الهدف الثالث لا وسالم بعد وسالم من غير ما ننسى سالم يكتب التاريخ بذهب الكأس تنتظر أبطالها مشاهدينا الكرام ونحن نتحول لمتابعة مراسم التتويج مع الزميل بلال علام الذي امتعت